ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم مع بعض عن حاجة عارفينها من زمان اسمها السايتس، بناخدها من واحنا صغيرين، ولكن للأسف كنا كلنا بنحفظها تمام وبنخش الامتحان ننجح وبس. للأسف الساينس ما ينفعش تتحفظ أبدا أبدا أبدا، دي أساس بيتبني عليه تلات مواد بعد كده، كيمستري وبيولوجي وفيزيكس في السكندري سكول. فهل ينفع نبقى حافظين مادة زي دي هيتبني عليها حاجات تانية؟ هل ينفع تحفظ تخش الامتحان ترص الكلمتين وتنساهم؟ طب اما تيجي في الكيمستري هتعمل ايه؟ في البيولوجي هتعمل ايه؟ في الفيزيكس هتعمل ايه؟ فما ينفعش. عشان كده معانا ان شاء الله ومع الدكتور محمد حسن هقدم لكم ملزمة أسئلة كاملة على كل حصة. مش كده وبس، هقدم لكم الشرح بتاعي أوفلاين للناس اللي بتحضر معانا في سناتر فيصل والهرم والقاهرة والجيزة، وأونلاين ان انا هنزل الحصص اللي انتوا بتحضروا فيها عشان تقدروا تراجعوا تاني على شرحكم، وعشان الناس اللي مشتركة اونلاين او اوفلاين يستفادوا الافادة الكاملة. مش كده وبس، هنعمل مراجعة كل شوية على كل ما سبق عشان نربط السنين القديمة بالجديدة، وهو ده الغرض اللي هيوصلنا لنظام التعليم الجديد واللي بيحاولوا يعملوه دلوقتي عشان يربطوا الساينس بالحياة العملية. عشان كده ان شاء الله هتستفيدوا احسن استفادة سواء كنت بتاخد مع الدكتور محمد حسن الساينس او البيولوجي. هنكون مع بعض في الساينس والبيولوجي، وإن شاء الله لو ربنا كرمكم ودخلتوا صيدلة هنكمل مع بعض هناك. أوكي، أهلا بيكم. خلونا نبتدي المنهج مع بعض عشان خاطر نشوف هنعمل إيه وهناخد إيه وهنذاكر إزاي، وكمان بعد ما نفهم هناخد الواجب إيه ونحل إزاي. الملازم أول بأول، وكل سنة هتاخد ملزمة جديدة بتعتمد على التغيرات الجديدة غير بتاعة السنة اللي قبلها. فلو عندك استفسار او اي حاجة ابعت لنا دايما على الواتساب عشان تاخد الملزمة الجديدة والشرح الجديد اول باول، لان ممكن الفيديوهات اللي انت بتذاكر منها تبقى القديمة، فلازم تعمل ابديت للملازم بتاعتك ولازم تعمل ابديت للشرح بتاعك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلبة بريب 3 في مادة ساينس مع دكتور محمد. تمام، خلونا نبدأ مع بعض بأول شابتر ونشوف العنوان بتاعه فورس أند موشن. تمام، خدنا الساينس قبل كده وعارفين إنها مادة لذيذة جدا، ولكن الترم ده من أهم الترمات اللي لازم نركز فيها. يعني إيه أصلا كلمة موشن؟ فبيقولك موشن بالعربي يعني حركة. ايوه، يعني ايه حركه؟ فبيقول لك الموشن is a change of object position. مش فاهم دلوقتي، لو احنا عندنا object، يعني ايه عندنا object؟ عندنا مثلا car، عندنا مثلا train، عندنا مثلا person، عندنا اي حاجه. الكار دي اتحرك البوزيشن بتاعها، كانت هنا وبقت هنا. تمام، اتحركت من بوينت A راحت لبوينت B. تمام، كانت في بوينت A دي الساعة 7، وصلت بوينت B دي الساعة 8. تمام، هو ده الموشن. It is a change of object position. ان انا اتغير، حصلت change في الobject position from A to B. As time passes، يعني as time passes، والوقت بيمر.
احنا كنا هنا at 7 p.m. مثلا، وصلت هنا at 8 p.m. مثلا. تمام. يبقى الموشن it's a change an object position as time passes. تمام. according to location of another object. ان انا اتحركت بالنسبة لحاجة تانية. اوكي. يبقى يعني ايه موشن؟ هل it change an object position. change يحصل تغير في الاوبجكت بوزيشن. ايه الاوبجكت ده؟ كار، بيرسون، اي حاجه من الحاجات دي. حصل ايه؟ تشينج ان بوزيشن، اتغير مكانها فروم نقطه ايه مثلا للنقطه بي از تايم باسس. كنت في النقطه ايه الساعه 7 وصلت النقطه بي الساعه 8. تمام. ادي اول بوينت. الباث اوف موفينج، طريقه الحركه، ممكن تبقى ستريت، ممكن تبقى كيرفد، ممكن كومباينيشن. يعني ستريت اهو اتحركت من النقطة A للنقطة B في شكل ستريت، ممكن اتحرك في شكل كيرفد من النقطة A للنقطة B، ممكن اتحرك كومباينيشن كيرفد وبعديها ستريت، او ستريت وبعديها كيرفد. تمام. يبقى الباث اوف موفينج، طريقة الحركة straight or curved or combination. تمام. simplest type of motion، simplest type of motion straight line. يبقى simple أبسط حاجة اللي straight، وياريت كمان في one direction يعني forward or backward. دي اللي بنقول عليها one إيه؟ one direction. يبقى one direction forward and backward. يبقى simplest type أبسط حاجة السيمبل قوي straight line in one direction forward and a and backward. يبقى احنا مثلا لو عندنا ترين، الترين ده دلوقتي ابتدى من الستيشن A وصل للستيشن B، عمل حاجة اسمها ايه؟ موشن. اوكي. كان في الستيشن A 7 o'clock، وصل الستيشن B 8 o'clock، يبقى عمل موشن في كم دايركشن؟ وان دايركشن. هو يموف فورورد يموف باكورد في وان دايركشن، والحركة بتاعته دي طالما في ستريت لاين بنقول عليها ايه؟ سامبل. اوكي. Give reason. Train motion is considered from motion in one direction. للترين بنعتبر الحركة بتاعته motion in one direction، لأن الترين move forward or backward، doesn't upward or downward. هو طالما بيتحرك forward و backward على نفس اللاين ده one direction. لو اتحرك بقى لفوق او لتحت upward or downward كمان ساعتها لا، ما يعتبرش كده one direction او ما يعتبرش one line. كده خلصنا خلاص الموشن. قلنا فيها كم حاجة نجمعهم. قلنا اول حاجة الـ definition it is a change in object position as time passes according to location. قلنا الباث انه يا ستريت يا كيرفت يا كومباينيشن. قلنا التايب والسيمبلست تايب اوف موشن كان موشن ان ستريت ايه؟ ان ستريت لاين ان وان دايركشن، ستريت ان وان دايركشن. دلوقتي نبدا حاجه جديده، السبيد. ايه بقى هي السبيد؟ السبيد دي فيزيكال كوانتيتي. يبقى السبيد فيزيكال كوانتيتي. يعني ايه اصلا كوانتيتي؟ دلوقتي احنا بنبقى عايزين نقيس الحاجه، فاما بنقرر ان احنا نعمل ميجرمنت لاي حاجه، اوكي، بنجيب لها يا كيميكال ميجرمنت يا فيزيكال ميجرمنت. كيميكال ميجرمنت حاجات كتيره قوي. الفيزيكال كوانتيتي مثلا
دي الحاجة اللي احنا بنقيس بيها مثلا اللينس، بنقيسه مثلا بنقيس بيه ايه اللينس، بنقيسه بالسنتيمتر. اوكي، الويت بنقيسه بالكيلوجرام، الموشن بنقيسها بالسبيد. فالسبيد it is physical quantity used to describe and measure الموشن. فاحنا لو عندنا موشن وعايزين نعمل لها measurement، بنعمل لها measurement ب physical quantity اسمها السبيد. لو عندنا موشن وعايزين نعمل لها measurement، بنعمل لها measurement بحاجة اسمها السبيد. يبقى السبيد it is physical quantity used to describe and measure الموشن. طيب دلوقتي ادي بوينت ايه، ورحنا لحد بوينت بي، عملنا موشن اوبجكت، عمل موشن فروم بوينت ايه تو بوينت بي، وكان في بوينت ايه ات 7 بي ام، ووصل بوينت بي ات 8 بي ام. تمام، والتايم حصل ايه؟ بس تمام. ايه اللي حصل؟ from A to B كان 1 كيلو متر. بعد كده اتحركنا من B، رحنا مثلا C 1 كيلو متر. اوكي، وبرضو اتحرك من B من 8 بي ام راح C في 9 بي ام. ساعتها ده معناه ايه؟ هو ده الموشن اللي احنا بنقوله، ان احنا كنا في بوينت A لبوينت B 1 كيلو متر at 1 hour. ليه؟ لانه خد من 7 بي ام ل 8 بي ام. طب من 8 بي ام ل 9 بي ام برضو 1 كيلو متر at 1 hour. اوكي، طيب لو مشي بقى من بوينت سي لبوينت دي، ديستانس 2 كيلومتر، خد فيها 2 hour. اوكي، هو ده الفاكتور اللي طلعت بتتحكم في الموشن او السبيد، الديستانس والتايم. الديستانس والايه والتايم، منطقي جدا كلما الديستانس زادت كلما التايم زاد. من بوينت A لبوينت B كان 1 كيلومتر في 1 hour، من بوينت B لبوينت C كان 1 كيلومتر في 1 hour، من بوينت C لبوينت D كان 2 كيلومتر بس خدهم في 2 hour. يبقى ايه الحاجات اللي اتحكمت في الموشن او السبيد؟ الديستانس والايه والتايم. تمام، فالسبيد it is physical quantity to او distance move through time، مشينا قد ايه في وقت قد ايه. وعشان كده طلعنا relation and اول حاجة نحل بيها المسائل distance v time. distance ال v يعني ال velocity او السبيد، التايم يعني التايم. اوكي، فالفيلوسيتي ايكوال ديستانس على تايم. ومنطقي جدا لو السبيد انكريز، كلما كنا اعلى في السبيد كلما التايم ديكريز at same distance. يعني ايه الكلام ده؟ دلوقتي احنا عندنا ثلاث حاجات اهم، distance velocity time. الdistance increase يبقى الvelocity اكيد 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 الrelation ما بين الdistance والvelocity
الاتنين مع بعض ايه؟ قال لك دايركتلي بروبورشنال. يبقى الفيلوسيتي والديستانس دايركت، تمام. وكمان ممكن نطلعها من الريليشن v equal d على t، فطبيعي ال v كلما هتزيد ال d هتزيد، ولكن التايم مع الفيلوسيتي والفيلوسيتي مع التايم inversely proportional. لازم نخلي بالنا الحاجات اللي فوق زي بعض، فال v directly proportional مع ال d، وال v inversely proportional مع التايم. اوكي. وبالمخ كلما الفيلوسيتي اكتر كلما اكيد اكيد التايم هيبقى اقل، كلما الفيلوسيتي اكتر كلما اكيد اكيد انا اتحركت بفيلوسيتي عالية هاخد ديستانس اكتر. اوكي. يلا جيف ريزون، ذا اوبجكت سبيد انكريز باي انكريز الديستانس. السبيد بتزيد بالديستانس. give reason ليه؟ تقول له because v equal d over t، the speed directly proportional with a with distance. okay. what is meant by؟ يلا some question. train cover a distance 42 كيلومتر in 2 hours. تقولها ازاي؟ تقول لي والله تفككها، يعني لما تيجي الجملة كده هي متفككة تجمعها، لما تيجي متجمعة تفككها. فهو بيقول لك الديستانس 240 كيلومتر in 2 hour، فانت تقول له معناها the train move with speed equal 120. حسبها ازاي؟ تقول له السبيد equal الديستانس اللي هو 240 كيلومتر over 2 hour. اوكي. يبقى 240 فيها 120 كيلومتر بير اور. اوكي. ف this mean the train move with his speed equal 120 كيلومتر بير ايه؟ بير اور. طيب car move with his speed equal 150 كيلومتر بير اور، ذات مين وات؟ كفر دي متجمعه فانت تفككها. كفر ا ديستانس، قد ايه الديستانس؟ 150 كيلومتر في قد ايه؟ في 1 اور. ثالث حاجه، وات مين باي سبيد كار ايكوال زيرو؟ ذات مين سبيد ات كار ات ايه؟ ات ريست. بروبلم، كالكوليت ذا سبيد اوف رانر وران 240 متر in 1 minute. اول حاجة تطلع لي مين؟ الدستانس. الدستانس قد ايه؟ equal 240 minute. تاني حاجة in 1 minute، تاني حاجة طلعناها مين؟ التايم. التايم equal 1 minute. تالت حاجة هو كان عايز مين؟ السبيد. تحط الرول بتاعتك ال v او السبيد equal d over t. خلاص ال d ب 240 متر، ال t 1 minute، فهنا كتبها 60 second وطلع 4 minute per second. تمام. او 240 كان ممكن نقول على كام منت؟ على 1 منت، فكانت هتطلع ساعتها 240 متر in 1 منت. يعني هتقول له 240 منت in 240 متر سوري in 1 منت، او 240 متر in 1 second. اوكي. again. اي مسألة عندي لازم الاول نطلع كل الحاجات. جيبن كالكوليت ذا سبيد، يبقى هو عايز الفي
240 متر، يبقى هي دي الديستانس in 1 minute، يبقى هو مديني التايم. اوكي نحسب ال v ازاي؟ تقول لي ال v equal d over t، distance over time. الديستانس قد ايه؟ 240 متر اوفر تايم، عشان ما تغلطش متر تبقى مع سكند، فلازم 1 minute تحولها لسكند. 1 minute بكام سكند؟ ب 60 سكند. تطلع 240 على 60 كام؟ 4 متر بير ايه؟ بير سكند. طيب سؤال كمان، another question. find the distance، يبقى هنا هو عايز مين؟ الديستانس. covered by car، اللي سبيد مديني اللي سبيد، مديني ال v equal 20 متر بير سكند. مديني التايم، التايم قد ايه؟ قال لك 20 سكند. فسهلة، هتقول له ال v equal d over t، يبقى d equal v تبلاي t. عندنا ال v بكام؟ ب 20. عندنا ال t بكام؟ ب 20. تطلع قد ايه؟ ب 400 متر. اوكي measuring device of speed، ازاي بنقيس السبيد؟ قالك بالسبيدوميتر. طيب احنا لازم نبقى حافظين ان الكيلومتر دايما مع الاور، والمتر دايما مع السكند. طيب لو عزنا نحول من كيلومتر لمتر، الكيلومتر كم متر؟ 1000. والاور كم سكند؟ هتقول لي لا، الاور 60 مينت، حلو، والمينت 60 سكند. فعشان من اور لسكند يبقى 60 ملتبلاي 60. اوكي طيب لو عايزين نحول بقى من كيلو متر بير اور ل مينت بير سكند، فهنا كانت من كيلومتر لمتر 1000، 1000، ومن اور لسكند قلنا الاور ب 60 مينت والمينت ب 60 سكند، 60 بر 60. لو جينا نحسبها هتطلع ايه؟ قال لك 5 على 18. اوكي تمام، بس كده نكمل. السبيد بتتقاس بحاجه اسمها الايه؟ السبيدوميتر. ونبدا المره الجايه ان شاء الله بكايند اوف ايه؟ اوف سبيد، نعيد حل المسائل دي. اوكي لما نخلص المره الجايه هيبقى عندنا البروبلمز دي نحلها مع بعض.